مرحبا، اسمي رامي عثمان، أعمل للجنة الانتخابية لولاية فيكتوريا. تجري انتخابات ولاية فيكتوريا في نوفمبر تشرين الثاني. ليكون صوتك محتسباً، يجب عليك كمان استمارة الاقتراع الخاصة بك بشكل صحيح. في مركز الاقتراع ستحصل على استمارتي اقتراع، استمارة صغيرة لانتخاب مركز النواب، استمارة كبيرة لانتخاب مجلس الشيوخ. لنبدأ بمجلس النواب، استخدم الأرقام عند التصويت. تقوم بترقيم جميع المربعات بالترتيب الذي تختاره. ضع رقم 1 بجانب المرشح الذي ترغب في انتخابه بشدة. ضع رقم 2 بجانب اختيارك الثاني. ضع رقم 3 بجانب اختيارك الثالث وهكذا. يجب عليك ترقيم كل مربع. للتصويت لمجلس الشيوخ لديك طريقتان. طريقة رقم 1 فوق الخط، تضع رقم 1 في المربع المجاور للحزب أو المجموعة التي ترغب في فوزها. إذا فعلت ذلك سيقرر الحزب أو المجموعة التي اخترتها من هو المرشح الذي سيحصل على صوتك، ثم تكون قد أتممت العملية. أو الطريقة رقم 2، إذا كنت تريد اختيار المرشحين بنفسك بدلا من أن يقوم الحزب أو المجموعة بذلك نيابة عنك، قم بالتصويت تحت الخط. يجب عليك ترقيم 5 مربعات على الأقل بحسب ترتيب اختيارك. ضع رقم 1 بجانب المرشح الذي ترغب في فوزه أكثر. ضع رقم 2 بجانب اختيارك الثاني. ضع رقم 3 بجانب اختيارك الثالث. ضع رقم 4 بجانب اختيارك الرابع. ضع رقم 5 بجانب اختيارك الخامس. إذا أردت يمكنك أن تقوم بترقيم المزيد من المربعات أو كلها. عندما تملأ كلا نموذجي الاقتراع، يجب عليك أن تضعهما في صناديق الاقتراع الخاصة بكل منهما. إذا كنت بحاجة إلى أي مساعدة في هذا اليوم، يمكنك إحضار أحد أفراد العائلة أو صديق لمساعدتك. يمكنك أيضاً أن تسأل أحد موظفي VEC. إذا كان لديك أي أسئلة حول كيفية التصويت، يرجى الاتصال برقم خدمة المترجم الفورية على الرقم 920901000 أو زيارة موقعنا الإلكتروني vec.vic.gov.au واختيار شعار المترجم الفوري.